مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن نتائج الاتفاق على وقف إطلاق على إطلاق الأسرى والمختطفين ومدى التزام الميليشيا بهذا الاتفاق. من الكويت تتحدث الأنباء عن تقدم في ملف المختطفين، وفي حين تشير المصادر إلى أن الاتفاق المبدئي يمكن أن يقود إلى إطلاق سراح ما يقارب 50% من الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين، لكن الاتفاق لا يزال في طور البحث ولم يتم التوقيع عليه. ملف المختطفين لدى الميليشيا كان أحد البنود المتفق على البدء بها في جولة بيال السويسرية، على أن يتم الشروع بتنفيذه قبل الذهاب إلى جولة جديدة من المشاورات، لكنه الآن تحول إلى إحدى نقاط التفاوض في الكويت، ما يعني أنه سيبقى محل مساومة من قبل الميليشيا لتقايض به في الحصول على تنازلات من الجانب الحكومي، وهذا ما يبدو من ملامح الاتفاق المبدئي والذي ناقشته لجنة المعتقلين في الكويت، حيث يبدو مصمما للتهرب من قبل الميليشيا عن تنفيذه من خلال الحديث عن اتفاق جزئي لإطلاق بعض المختطفين من السياسيين والصحفيين ومقايضتهم بأسرى الميليشيا الذين تم أسرهم بجبهات القتال، والحديث عن تقسيم المختطفين إلى فئات وفقا لمعايير غير مفهومة لا يبدو أنها ستمنح الحرية لآلاف المختطفين ممن مضى عليهم أكثر من عام في سجون الميليشيا. مستجدات مشاورات الكويت في ضوء الاتفاق على إطلاق المختطفين والأسرى ستكون محور حديثنا لهذا المساء. قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. في الكويت يستمر الدوران في ذات الحلقة المفرغة القائمة منذ 3 أسابيع. التقدم الوحيد الذي حدث هو تشكيل لجان العمل لمناقشة قضايا جدول الأعمال، أداؤها يسير ببطء وبلا نتائج حتى الآن. لجنة استعادة الدولة والتحضير لعودة العمل السياسي واللجنة الأمنية رفعتا جلساتهما بدون أي نتائج، مع استمرار الميليشيا في رفض كل المقترحات المقدمة وربط التقدم على هذين المسارين بتشكيل حكومة جديدة وعودة العمل السياسي قبل البدء بإجراءات الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وهما ترفضه الحكومة مسندة بالمقترحات الأممية. لجنة المعتقلين حققت تقدما طفيفا بالاتفاق مبدئيا على بحث مقترح لإطلاق 50% من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل، وعلى إطلاق جميع المحتجزين مستقبلا. مصعد روفي الكويت أكدت أنه تم الاتفاق على مبادئ عامة وأساسية تضمنت الاتفاق على إطلاق كافة المعتقلين بشكل سريع وجدولة إطلاق سراح ما نسبة 50% من المختطفين والمعتقلين خلال فترة 20 يوما من تاريخ الاتفاق. بند إطلاق المعتقلين والمختطفين والذي كان أحد بنود التهيئة للحوار وكان من المفترض تنفيذه قبل الشروع في هذه الجولة من المشاورات تحول إلى بند رئيسي على طاولة المفاوضات في الكويت، وهو ما يعني أنه أصبح أحد أدوات الميليشيا للمساومة على بنود أخرى ومرشحا للبقاء دون تنفيذ حتى تحصل الميليشيا على مزيد من التنازلات التي تسعى إليها، فيما يبقى الكثير من المختطفين ممن مضى عليهم أكثر من عام رهنا لمزاج الميليشيا وعدم جدية الموقف الدولي من مطالب السلام في اليمن. المختطفين نريد إطلاق سراح المختطفين، لا نريد حوارات في الكويت أو غير الكويت. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ولمناقشة موضوع الحلقة سيكون معنا من الكويت الصحفي المرافق للوفد الحكومي في الكويت مختار الرحبي. مختار مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك معنا في زوايا الحدث. كما تعلم الأنباء على يعني التي تم الإعلان عنها عن إطلاق سراح 50% من المختطفين والأسرى لدى الميليشيا وأيضا أسرى ميليشيا الحوثي لدى الجيش والمقاومة، ما جديد هذا الاتفاق؟ نعم، أولا يجب علينا أن نفرق ما بين الأسرى وما بين المختطفين والمعتقلين. الأسرى هم من تم أسرهم في المعارك الدائرة بين الميليشيات وبين الحكومة الشرعية، والمختطفين هم من تم اختطافهم من منازلهم بين أولادهم بطريقة غير قانونية من جهة غير قانونية وهي الميليشيات الانقلابية. في حقيقة الأمر أن اللجنة اجتمعت على مدى اليومين أمس واليوم، اجتمعت لجنة الإفراج عن المعتقلين والمختطفين وخطت خطوات متقدمة لو تم الالتزام بها من قبل الجانب الحوثي والجانب المخول على عبد الله صالح. هذه الرؤية إلى هذه اللحظة لم تكتمل الرؤية الكاملة حول الأسماء والكيفية ومتى يتم الإطلاق، لكن تم الإعلان أنه خلال
20 يوما يتم إطلاق سراح 50% من المختطفين والمعتقلين، واللجنة ما تزال تناقش بشكل مباشر باقي التفاصيل، ولم يتم نشر أو الإعلان عن التفاصيل التي تم مناقشتها اليوم، لكن أعتقد أنها تسير في الطريق الصحيح، وخلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن الإعلان النهائي وعن الاتفاق النهائي الذي الأولوية لإطلاق سراح المختطفين أم لأسرى المعارك مختار؟ نعم، بالنسبة للأسرى طبعا ستكون عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية، هي التي ستقوم بالإفراج عن الأسرى بعد استلام أسمائهم واستلام الأعداد من قبل الميليشيا الانقلابية. بالنسبة للجانب المختطفين لدى الميليشيا الانقلابية، الحكومة تقدمت بكشوفات بأسماء المعتقلين من السياسيين وكذلك الإعلاميين ومن الناشطين المتواجدين أو الذين حصلت الحكومة على أسماء وتوثيقات بأسمائهم، تم تسليمها للأمم المتحدة، وطبعا ستكون في الأولوية، هي من صدرت بحقهم القرار الدولي 22/16 وعلى رأسهم وزير الدفاع وكذلك شقيق رئيس الجمهورية واللواء فيصل رجب والأستاذ محمد قحطان. مختار، يعني بحكم اطلاعك ومتابعتك للموضوع وأنت يعني هناك، يعني ما هي أهم القوائم التي تم التركيز عليها وطالب الجميع بإطلاق سراحها بشكل سريع وعاجل؟ طبعا الإصرار هو على إطلاق كافة المعتقلين، لا يوجد هناك فرق بين معتقل ومعتقل، لكن هناك أولوية وهي لمن تم إصدار قرار بحقهم من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن. أيضا هناك لدينا الإعلاميين والسياسيين، وطبعا القرار والإفراج سيشمل كافة المعتقلين والمختطفين لدى الميليشيا الانقلابية، خصوصا من تم اعتقالهم بناء على مواقف لهم وبناء على أنهم مناهضين للميليشيا الانقلابية. لكن في المجمل المناقشة هي لكل المختطفين والمعتقلين لدى الميليشيا الانقلابية، سيتم الدفع بهذه القضية وبأن يتم إطلاق كافة من هم متواجدين في سجون الميليشيات. تكرم بالبقاء معنا سيد مختار. أنتقل إلى الأستاذ محمد عمراني، عضو الفريق الفني المرافق لوفد الحكومة. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ محمد. كان يفترض أن تعقد لجنة المعتقلين جلسة ثانية لإقرار آلية تنفيذ الاتفاق بشأن إطلاق سراح المختطفين والأسرى، هل تم عقد هذا اللقاء؟ هل تم إقرار الآلية؟ نعم، الجلسة لا زالت، عقدت اليوم جلسة صباحية. انتهت هي نقاشات بالنهاية تجري حول طرق وآليات وعمليات إطلاق المعتقلين، طبعا تورجح بمجموعة كبيرة من التعنتات، لكن بالمقارنة مع اللجان الأخرى تعتبر هذه اللجنة هي اللجنة الأكثر تقدما، بحكم أنها أحرزت على الأقل اتفاق عام على المبادئ. أهم النقاط، اللجنة الآن لا زالت يعني منعقدة في جلسة المسائية ولم يتسنى لنا لحتى الآن. أهم النقاط التي ناقشتها ما هي؟ موضوع إدخال الصليب الأحمر الدولي في العملية، أيضا عدم مقايضة المعتقلين بالسياسيين، وهو موضوع نقاش لا زال حتى الآن، ليس هناك اتفاقات مثل ما أسلفت لك. يعني الفصل بين المعتقلين الذين اعتقلوا من الشوارع وبين الأسرى الحرب الذين تدير عمليات تبادلهم عبر الصليب الأحمر الدولي والاتفاقات الدولية المنظمة لهذه الشؤون. يعني هل هناك ملامح جدية هذه المرة من قبل وفد الميليشيا والخاص بلجنة المختطفين والمعتقلين؟ في الحقيقة أنا أشير دائما إلى ثلاث تحديات تواجه هذا الاتفاق. التحدي الأول هو مستوى الجدية لدى الحوثيين وصالح في مسألة إطلاق المعتقلين، لأنه هذا الاتفاق هو بالنهاية تحصيل حاصل، هناك اتفاق سابق بالنهاية عقد في جنيف في بيال. بالاتفاق كان واحد من الشروط الرئيسية أو من الاتفاقات الرئيسية إطلاق كافة المعتقلين، وهو أمر نصت عليه الوثائق الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن وبما فيه أيضا بيانات مجلس الأمن ذات الصلة، كلها تحدثت عن إطلاق المعتقلين بحكم أنها قضية إنسانية لا يجب أن تخضع لعملية الابتزاز السياسي ولا أن تطرح كورقة من أوراق التفاوض. المشكلة المشكلة الثانية هي أيضا طرح هذا الموضوع أو مقايضة هذا الموضوع بما يمكن أن يحرز أو لا يحرز على المستوى السياسي والأمني في المسارين الآخرين. فالمسارات بما أنها تمضي على التوازي فيتم مقايضة هذا الملف بذلك الملف، هذا تحدي آخر
والمجتمع الدولي مطالب بأن يضغط على الحوثي وصالح في سبيل إطلاق المعتقلين السياسيين ومعتقلي سجناء الرأي والصحفيين وكتاب الكتاب. يعني هناك أناس اعتقلوا لمجرد أنهم أشاروا في منشور فيسبوك. نعم. وهذا أمر ليس مقبول ولا معقول أن يقارن برجل عاش مرحلة حربية أو قبض عليه وهو يحارب. نعم. يجب أن يكون هناك فاصل بينهم، وهذا هو التحدي الثالث، لأن نعم. الحوثيون وصالح يريدون خلط الأمور بهذه الطريقة، بحيث أنه المعتقلين، جميع المعتقلين هم يقولون المعتقلين لدى القاعدة والمعتقلين لدى السعودية والمعتقلين لدى المقاومة وكل أقصد الأسرة. نعم. كلهم يقارنونه، يحطهم في الطاولة على طاولة التفاوض، وهذا أمر خاطئ. لا نعم. يجب أن يتم مقايضة شخص بريء اعتقل نعم. ظلما عدوانا بشخص. نعم. أفهم من كلامك أستاذ محمد بأن بند إطلاق المختطفين الذي كان يعني مقر في جولة بيالة السويسرية السابقة أصبح بند للمساومة من قبل ميليشيا الحوثي للحصول على تنازلات من الجانب الحكومي. هو من البداية بند. لاحظ أنه الموضوع، موضوع المعتقلين، هي قضية مركزية في من قضايا الوفد الحكومي. بالنسبة للحوثيين وصالح ليس لديهم هذا البند أساسا، ليس لديهم مشكلة مع المعتقلين، ليس لديهم معتقلين بالمعنى الصحيح. نعم. لكن ولهذا كانوا هم يصرون على أن تكون لجنتين فقط، لجنة سياسية ولجنة أمنية بحسب مقترحهم. واللجنة المعتقلين هو إصرار من قبل الوفد الحكومي بحكم أنها مشكلة مركزية في التفكير الحكومي، لأنه عندنا ما لا يقل، يعني الأعداد تقول من 8000 إلى 10000 معتقل، والورقة الأولية التي قدمت إلى الأمم المتحدة بعدد المعتقلين تجاوزت ما 1487 اسم معتقل. نعم. نعم. تكرم بالبقاء معنا أستاذ محمد. أعود إلى الأستاذ مختار الرحابي. أستاذ مختار، إذا تحدثنا عن النسبة التي حددها الاتفاق في 50%، لماذا يعني 50%؟ يعني بقية المختطفين والمعتقلين ما هو شأنهم وأمرهم؟ الميليشيات الإنقلابية تريد أن يبقى هذا الملف ملف للمقايضة السياسية وكذلك الابتزاز السياسي، ويريدون أن يعني في حال أنه لو تم الإخراج بالفعل عن 50%، يريدون أن تبقى 50% الباقية يعني ورقة ابتزاز، وورقة يريدون بالمقابل تنازلات من قبل الجانب الحكومي. وهذا طبعا إذا فرضنا أنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين، لأنه نعم. في حقيقة الأمر أننا وصلنا مع هذه الميليشيات إلى طريق مسدود، وأنهم لا ينفذون أي اتفاقية. كان هناك اتفاقية والتزام شخصي من قبل الميليشيات الإنقلابية في مؤتمر بيال في جنيف قبل 4 أشهر، التزموا أمام المبعوث الدولي أنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين، وبالفعل تحرك المبعوث الدولي إلى صنعاء وظل 5 أيام يحاول أن يقنعهم أنهم التزموا له، وخرج بعد ذلك بخفي اثنين وجاء إلى الرياض وقال ما استطعت أن أخرج به هو أن 3 من القيادة السياسية أخبروني أنهم ما زالوا على قيد الحياة ولم يسمحوا له حتى مجرد أن يذهب لزيارتهم، لأنهم قالوا أنهم في أماكن خطرة والأماكن غير آمنة والطريق غير آمن إليهم. بالتالي نعم. المراوغات والابتزاز ومحاولة المقايضة ورقة المختطفين بالأسرى، هذه أيضا نقطة حساسة ونقطة يجب أن نركز عليها في الإعلام. نعم. مختار، برأيك إذا ما تم هذا الاتفاق وتم إطلاق 50% من المختطفين والمعتقلين لدى الميليشيا، لمن ستكون الأولوية بالنسبة للحكومة الشرعية وأيضا بالنسبة للميليشيا؟ أولا يجب أن نعرف أن الميليشيات لا يهمها المعتقلين والمختطفين لديها، هي لا تتابع وليس الملف هذا ضمن جريدتها ولا تريد أن تتطرق لهذا الملف. نعم. لكن بالنسبة للحكومة، الحكومة تتحدث عن مسؤولية وطنية ومسؤولية إنسانية، هي مسؤولة عن جميع أبناء الشعب اليمني. نعم. وكل المختطفين وكل المعتقلين الحكومة ملزمة ومسؤولة عنهم وتريد إطلاق سراحهم، لكن هناك بالنسبة كما تحدث سابقا أنه هناك أولوية لمن صدر بحقهم قرارات دولية وكذلك للسياسيين والإعلاميين، وبعد ذلك طبعا ستكون المطالبة بالجميع، ليس هناك استثناء، ليس هناك فرق بين معتقل ومعتقل، كل الناس ظلموا وكل الناس تعرضوا للانتهاكات من قبل الميليشيات الإنقلابية. نعم. بالتالي الحكومة تطالب بإطلاق الجميع، لكن هناك آلية سيتم التواصل إليها حول 50% الأولى التي سيتم إطلاق سراحهم، الأسماء الكشوفات سيتم تجهيزها وسيتم تسليمها للوسيطة الأممية. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي المرافق للوفد الحكومي الأستاذ مختار الرحبي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. أعود للأستاذ محمد عمراني. أستاذ محمد،
إذا ما تم هذا الاتفاق وإطلاق 50%، هل باعتقادك سيتم إطلاق من تطالب بهم وفد المفاوضات التابع للشرعية في الكويت وعلى رأسهم وزير الدفاع محمد قحطان، الإعلاميين والصحفيين الذين الآن بدأوا يضربون عن الطعام في سجونهم، أم هناك يعني الميليشيا ستساوم في أشخاص غير ما تريد يعني وفد الشرعية أو ما تطالب بهم؟ حتى الآن مثل ما تعلم لم يتم الاتفاق على آلية موحدة وآلية دقيقة في عملية إطلاق المعتقلين. هناك نقاش حول تشكيل لجنة عليا لهذا الموضوع، هناك نقاش حول أستاذ محمد ما قصدته أستاذ محمد نعم أستاذ محمد الطبيب الأحمر الدولي نعم أستاذ محمد ما قصدته في سؤالي، يعني إذا ما تم يعني هل يعني الميليشيا ستخضع وتطلق يعني من لهم الأولوية بالنسبة للحكومة الشرعية وتطالب بإطلاقهم؟ وكما تعلم كانت في يعني مفاوضات سابقة كانوا يعلنون بأنهم سيفرجون عن وزير الدفاع، سيفرجون عن محمد قحطان، سيفرجون عن فيصل رجب وبعض القادة الذين قد يعني تم الحديث عن إطلاق سراحهم. بالتأكيد نحن نتمنى أن يطلق كل المعتقلين وأن يلتزم الحوثيون بهذا الاتفاق وصالح. الاتفاق هو على الأولويات، ستكون على من شملتهم القرارات الأممية وعلى الأسماء المعروفة والمشهورة، مثلا الأشخاص الذين يعني ليس لديهم أي إشكاليات أو قضايا جنائية مثلا أو فيما يزعم أنها جنائية. هناك أشخاص ليست يعني أخذوا من الشوارع فقط للابتزاز المالي والحصول على مال، وليس لديهم أي قضايا وليس لديهم أي نشاط سياسي ولا أي نشاط آخر. ليس هناك أسماء محددة قدمها الوفد الحكومي في هذا الموضوع، هو عبارة عن محاولة للخروج من اتفاق في ظل الانسداد الآفاق. تمت المحاولة على الاتفاق على إطلاق جميع المعتقلين على أن تكون الدفعة الأولى تتمثل ب 50% خلال 20 يوم، بمعنى قابل مجيء رمضان. هي عبارة عن حالة يعني إذا تمت ستكون مشجعة لعملية الاستمرار في المشاورات، خاصة وأنها دائما تصل إلى نقاط مسدودة بعد التعنت الحقيقي الكبير الذي يبديه الوفد الحوثي في مسألة المشاورات وتمسكه بالخيارات السياسية وانقلابه على المرجعيات وعلى أستاذ محمد، كيف يعني الحكومة تعاملت مع مساومة ميليشيا الحوثي ومقارنة الصحفيين والإعلاميين والسياسيين الذين تم إخفائهم قسريا مع أسرى المعارك أسرى الحرب؟ نحن نعتقد أن هذا أمر مرفوض تماما. وفد الحكومة يقدم دائما أن هناك فواصل حقيقية وكبيرة بين الفريقين، بين الأسير الذي أسر من ساحة حرب وبين معتقل أخذ من الشارع أو من الطريق أو من دار العمل أو من مكان العمل. نعم. هذا الفاصل تقر جميع الوثائق الدولية وتقر جميع الأعراف الدولية التي تحترم حرية الإنسان وتحترم حقوق الإنسان. هذه قضايا ولهذا يحرص الوفد الحكومي على إدخال الأطراف الدولية في هذا النقاش، مثل الصليب الأحمر الدولي، مثل المنظمات. ولكن للأسف أستاذ محمد لكن ما تم للأسف وتم التوقيع عليه أنه يعني ساوى بين المختطفين قسريا وتم اختطافهم من منازلهم وبدون أدنى حق مع أسرى الحرب. مبدئيا دعني أقول لك أنه ليس هناك حتى الآن أي توقيع تم في أي قضية من القضايا، ولا زال كل هذه الاتفاقات وكل هذه النقاشات لا زالت في إطار النقاشات ولم يوقع على أي اتفاق مطلقا. نعم. الوفد الحكومي يحاول التحرك في هذه المياه الراكدة، يحاول تحريك المياه الراكدة، يحاول اختراع آليات من أجل الوصول إلى أي اتفاق على الأقل يعني بعد أكثر من شهر أو بعد ما يقارب الشهر في الكويت دون أي تقدم يذكر. نحن نحاول أن نصل إلى أي اتفاق يحفظ الجو العام للمشاورات ويقدم يعني بشرى مهما كانت طفيفة للشعب اليمني. نعم. هذه الحكاية من البداية للنهاية يعني. نعم. هذا الحرص أستاذ محمد. نعم. ولا أن نقلل. نعم أستاذ محمد، هذا الحرص الكبير من قبل وفد الشرعية وفد الحكومة في التفاوض، يعني في المقابل كما تعلم الميليشيا لا يوجد هناك أي جدية ولا أي تقدم ولا أي قبول للشروع بتنفيذ أي بند من هذه البنود. إذن المجتمع الدولي ما هي نظرته؟ كيف ينظر يعني جدية الحكومة ومراوغة الميليشيا؟ لاحظ أن الوفد الحكومي والحكومة والشعب اليمني كاملا يدرك تماما أن الميليشيا ستماطل في هذا الموضوع وستحاول أن تفشل أي اتفاق، لكن نحن نتعامل مع المجتمع الدولي ومع كل العالم ضمن استراتيجية صفح النوايا. ما يحصل الآن هو
طرح لهذه النوايا. نحن نحاول قدر الإمكان الوصول للاتفاقات، ونقول للعالم بأن هذه الاتفاقات لا تنفذ. هذا هو الذي سيحصل في اعتقادي الشخصي، خاصة بعد تعنت الميليشيات في كل المسائل، وليس فقط في مسألة إطلاق المعتقلين. نعم، أستاذ محمد تكرم بالبقاء معي. ينضم إلينا الآن الأستاذ توفيق الحميدي الناشط الحقوقي. أستاذ توفيق مساء الخير. مساء النور لك ولضيوفك الكرام ومشاهدي قناة بلقيس. مرحبا بك أستاذ توفيق. إذا تحدثنا عن التوصيف القانوني لهذه التفاهمات والتوقيعات المبدئية فيما يخص المختطفين والمعتقلين وأسرى الحرب، التوصيف القانوني فيما يخص الميليشيا التي تساوم أسرى معارك وأسرى حرب مع ناس مختطفين قسريا اعتقلوا واختطفوا من امام يعني امام عائلاتهم وفي منازلهم. اخي الكريم، اود ان اؤكد بان ملف المعتقلين السياسيين والمخفيين قسرا احد الملفات الرئيسية الذي بدأ يأخذ حجمه الطبيعي منذ اقتحام الميليشيات للعاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر عام 2014، حيث رصدت المنظمات الحقوقية اختطاف وإخفاء ما يقارب 1000 شخص في الشهر الأول من عملية الاقتحام، ثم تمددت الميليشيات في الأراضي الجمهورية اليمنية وكبر هذا الملف حتى وصل إلى ما يقارب 10,000 مختطف ومخفيا قسريا خارج إطار القانون. نعم. الإخفاء القسري يعرفه القانون الدولي بأنه اختطاف شخص ما أو سجنه سرا على يد دولة أو منظمة أو طرف ثالث دون أي مبررات قانونية، وترفض هذه الجهة الاعتراف بمصير هذا الشخص، وتعرفه أيضا اتفاقية روما المنشئة المحكمة الجنائية الدولية بأنه اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أشخاص بتصريح ما أو رفض والحرمان من الحرية أو توفير معلومات عنهم وهؤلاء الغش بنية إبعادهم إلى غير ذلك. نعم. أنا أعتقد أن حماية الأشخاص أثناء الحروب نصت عليه كثير من الاتفاقيات الدولية، من الاتفاقية المتعلقة بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي منع أيضا قضية التعذيب، حماية الأشخاص المدنيين أثناء الحروب إلى غير ذلك. نعم. وبالتالي أخي الكريم، نعم، هذا الملف اليوم أصبح ركيزة أساسية. نعم. في أصبح ركيزة أساسية. نعم. وأصبح للأسف الشديد تحول الميليشيات، حاولت جاهدة أن تنقل هذا الملف من الإطار الحقوقي القانوني الإنساني البحث إلى الإطار السياسي. الملف المخفيين قسرا أخي الكريم هو ملف حقوقي، ونادينا به ونادت به كل المنظمات، صدرت عدة تقارير. نعم. أكدت. نعم. هذا أستاذ توفيق. وكان نعم أستاذ توفيق، فيما يخص النقطة التي يعني سألتك عنها، يعني كيف يمكن أن نفهم الأمر أن يعني يساوى ما بين المخفي قسرا وبين معتقل المعارك والحرب، وهذا ما يعني الميليشيا يعني تساوم فيه؟ القانون واضح إنه لا يجوز المساومة. المخفيين قسرا هم الأشخاص الذين أخذوا خارج المعركة دون أن يستخدموا السلاح. لدينا تقارير تؤكد أن ما يقارب من 85% من المخفيين قسرا على يد الحوثيين أخذوا من مكاتبهم. نعم. المخفي الأسرى الذين أخذوا في المعارك لهم قوانين خاصة متعلقة باتفاقية روما الأربع، وأحد هذه الاتفاقيات متعلقة بأسرى الحرب. نعم. لدينا اتفاقية أخرى متعلقة بالمخفيين قسرا. أنا أقول لا يجب الخلط تماما، ويجب على الوفد الشرعية اليمنية داخل في مفاوضة الكويت أن يكون واضحا ولديه كشوفات واضحة بالمخفيين قسرا الذين تم اختطافهم واعتقالهم دون أن يكونوا في ساحة معركة. هؤلاء. نعم. لهم ظروفهم، لهم اتفاقياتهم، لهم أحكامهم، وهؤلاء لهم ظروفهم ولهم أحكامهم، والأولين المخفيين قسرا الذين يمارسون هذه الجريمة يعتبرون بموجب اتفاقية روما مجرمي حرب يجب محاكمتهم. نعم. وبالتالي يجب أن نفصل بين هؤلاء فصل. نعم. تاما، ولا نخضعهم للمزايدة السياسية. نعم. مطلقا. نعم. نعم أستاذ توفيق، في 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 فيما يتم إذا ما يعني هذا الاتفاق نفذ وتم إطلاق هؤلاء المخفيين قسرا، يعني تعويض هؤلاء الناس، جبر الضرر مما تعرضوا له في السجون من تعذيب جسدي، من إرهاب نفسي في سجون الميليشيا، على من وما هي الآلية لتعويض هؤلاء؟
أنا أريد أن أوضح أن جميع الجرائم التي ترتكب في حق الأشخاص المدنيين لا تسقط بالتقادم، حتى أي اتفاقيات سياسية القانون الدولي لا يعترف بهذه الاتفاقيات التي تضيع حق الناس أو يمكن أن تحمي مجرمي الحرب الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم. نعم. لكن إذا وصل هذا الاتفاق إلى إطار سياسي عام يضمن الحقوق المدنية والتعويضات للأشخاص في إطار عام من العدالة الانتقالية، فهذا الأمر لكل حدث حديث يجب الحديث عن آلية، يجب الاتفاق عن قوانين واضحة مثل ما حدث في جنوب أفريقيا، مثل ما حدث في تشيلي، في جميع مناطق العالم. لكن بدون عدالة انتقالية حقيقية تنصف هؤلاء وتعوضهم وتكبر ضررهم، فيصبح حق هؤلاء في ملاحقة المجرمين قائمة، سواء أمام القضاء الوطني بالدرجة الأولى أو أمام القضاء الدولي أو قضاء الدول التي تسمح بمحاكمة مجرمي الحرب. نعم أستاذ توفيق، مع إعلان الآن مجموعة من الصحفيين المعتقلين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيا الإضراب عن الطعام، اليوم دخلنا في اليوم الثالث منذ إعلانهم عن هذا الإضراب، ما هو الواجب على وفد الشرعية المفاوض في الكويت أمام هؤلاء الذين الآن حياتهم مهددة بالخطر؟ أستاذ الكريم، أنا أقول اليوم دخول الصحفيين في معركة جديدة متعلقة بالإضراب لانتزاع حقوقهم، هذه فضيحة يندى لها جبين العالم، هذه فضيحة في وجه الأمم المتحدة، في وجه المنظمات المهتمة بالشؤون الصحفية، في وجه المنظمات حقوق الإنسان، في وجه الدول التي تدعي حقوق الإنسان، وبالتالي تتحمل أيضا الحكومة الشرعية جزء كبير في تحمل مسؤولية أكبر للضغط على هذا الملف. اليوم قضية الصحفيين، نحن أمام جريمة متعددة، أولا أنها جريمة رأي، أنها جريمة في حق أناس امتهنوا الكلمة، والأمر الثالث أننا الآن متعلقة بمصير وحياة هؤلاء الأشخاص، تعرضوا للتعذيب لا حد الآن دون أن ينالوا من العناية اللازمة أو زيارتهم إلى المستشفيات من قبل الجهات الدولية لدراسة وضعهم والوقوف على حالتهم الصحية. وبالتالي أنا أقول يجب أن يكون حق هؤلاء المختطفين ينال حبهم بالدرجة الأولى، لأن هؤلاء يعاقبوا لأنهم كشفوا الحقيقة، يعاقبوا لأنهم عروا هؤلاء الميليشيات من المساحيق التي كانت تضعها على وجهها وتظهر أمام العالم بأنها ثورية إلى غير ذلك. أشكرك جزيل الشكر مسؤول الرصد في منظمة سام الأستاذ توفيق الحميدي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. عودة أخيرة للأستاذ محمد عمراني. أستاذ محمد، إذن في ظل هذه المفاوضات الجارية الآن ولجنة الخاصة بالمختطفين والمعتقلين، هل سنشهد موقفا حازما لإيقاف ما يتعرض له المعتقلين داخل السجون، وعلى وجه الخصوص زملائنا الصحفيين الذين الآن بدأوا بإضراب عن الطعام وحياتهم في خطر؟ الوفد الحكومي في الحقيقة يقدم جهدا رائعا في هذا الموضوع، وهو يطرح الأمور على المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة بشكل واضح وصريح، يتحدث فيه عن حقوق الناس بالشكل المطلوب. أعتقد أن الموقف واضح والأسماء ثابتة والمواقف واضحة تماما، ونحن نطالب يعني فقط بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وسرعة التنفيذ، لأنه حتى 20 اليوم كان هناك اعتراض عليها، لأنه إطلاق المعتقلين هي عملية لا تستحق أكثر من فتح الأبواب للسجون حتى يخرج المعتقلون. لا ليس هناك آليات محددة الأبرياء عليهم أن يخرجوا من السجون، وهذا حقهم المسؤول الذي تفعله جميع الشرائع السماوية والأديان وجميع القوانين والمواثيق. نعم أستاذ محمد، سؤال أخير، ما الذي يمكن أن نبشر به أهالي المختطفين أسر المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي وهم وأنتم الآن في الكويت، وهذه اللجنة الآن تتدارس من سيتم إطلاق سراحهم في سجون الميليشيا، ما هي البشارة التي ممكن نبشرهم فيها من وجهة نظرك؟ والله في الحقيقة أنا شخصيا أتمنى، وأعتقد أنه أيضا الوفد الحكومي يتمنى، نحن حريصون جدا على إطلاق كافة المعتقلين دون تمييز بين أحد، حتى من الذين اعتقلوا أو من الأسرى الحرب الذين اعتقلوهم في حالة الحرب، كل اليمنيين الذين قيدت حريتهم بغير وجه حق هم أهل لأن يخرجوا من المعتقل وأن تفك حريته وأن يحرروا وتفك حرياتهم. هذا أمر مطلب، وهو مطلب ملح لجميع الوفد الحكومي، ومطلب ملح ينبغي أن يكون للجميع. نحن نتأمل ونتوقع المزيد من الضغوط من أجل تنفيذ هذا البند، سواء من قبل
الأمم المتحدة باعتبارها الراعي الرسمي لهذه المشاورات أو من قبل الدول سفراء الدول 18 الذين يشرفون على هذه المشاورات. أشكرك جزيل الشكر عضو الفريق الفني الحكومي في الكويت محمد عمراني. الشكر أيضا للصحفي المرافق للوفد الحكومي مختار الرحبي، كما هو أيضا للمحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي، وأيضا الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حتى الملتقى تقبلوا تحيات معد الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني حتى الملتقى. حفظكم الله والوطن، في أمان الله.